مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحب معنا اليوم بمستر احمد المدير صاحب مطعم المعز. اهلا وسهلا فيك مستر احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، نورت البرنامج. منوريني يا فندم. مستر احمد، ممكن تقول لنا اكتر عن حضرتك وامتى بدا تاسيس مطعم المعز؟ والله هي الفكره جات لي من اكتر من سنه ونص. كنت حابب ان انا افتح حاجه تبقى مميزه بالنسبه لعدد المصريين اللي موجودين في الامارات. نعم. وبصراحه ما لقيتش ان افضل مكان ان انا افتح فيه غير هنا في الامارات. طبعا موفر لنا كل حاجه بنحتاجها. الشيخ محمد بن راشد مش مخلي اي حد محتاج اي حاجه في الدوله. كل سبل التسهيلات متيسره الحمد لله. وبالنسبة لعدد المصريين اللي موجودين في الإمارات وعدد المطاعم المصرية اللي موجودة في الإمارات، فهي مطاعم قليلة. فأنا حبيت إن أنا أعمل حاجة مميزة تبقى تحسس المصريين إن هم موجودين جوه مصر. نعم. جوه القاهرة، جوه شارع المعز. فعشان كده جات لي اسم المعز نفسه. إحنا مطعم مصري بنقدم الأكلات المصرية لكل المصريين حابينها، زي الممبار، الكوارع، الطواجن، الخضار نفسها، الحاجات بتاعت المصمت. المصمت اللي هي الفيشه والسمين والحاجات ديت المصريين هنا هوت يعني مش لاقيينها كتير. مفيش الا حاجات مطاعم قليله، ما اعرفش الكواليتي بتاعها ممكن ما يبقاش افضل حاجه. فاحنا الحاجه المميزه عندنا ان احنا الكواليتي عندنا مميز جدا. الديكور عندنا والروح حضرتك تحسي ان انت قاعده جوه مصر. بيفكرك بمصر. انا اول ما دخلت حاسه بكل الحاجات بتاعت مصر والصور وكل حاجه. لا جميل ما شاء الله. فهو ده الفكره اللي خلتني ان انا ابدا ان انا افتح حاجه مصريه بكواليتي كويس. احنا يعتبر مطعم شعبي شيك. نعم. زي ما بيقولوا. دي حقيقة. مستر احمد، انت قلت لنا ان كل الاطباق مصريه، ما في اطباق ثانيه ولا كله مصري؟ كله شرقي مصري. كله شرقي مصري. احنا بنقدم كل حاجه شرقيه مصريه، بدايه من الطواجن، الحاجات بتاعه المصمت زي السمين والفواكه، اللحوم، بنبدا بالمشويات، ما عندنا مشويات، الحواوشي طبعا اشهر من نار على العالم للمصريين. وكبده وسجق بقى، كبده وسجق مخ، كل الحاجات ديت موجوده عندنا الحمد لله بكواليتي يمكن افضل كمان من مصر. انا كنت لسه هسال حضرتك ايه المميز بقى في مطعم المعز. احنا عندنا حاجات كتير مميزه. يعني احنا في حاجات عندنا كتير قوي مميزه، زي ما بقول لحضرتك مثلا شوربه الكوارع. في عندي المشاوي، احنا بنستخدم انواع اللحمه استرالي فريش، لحومنا كلها فريش. احنا ما بنستخدمش ولا حاجه فروزن، ولا عندنا حاجه مثلا بنديها مكسبات طعم عشان تحفظ. لا، احنا كل حاجه عندنا بنشتغلها هي فريش، بدايه من اللحوم، الخضار، كل حاجه احنا شغالين فريش ما شاء الله. فده المميز عندنا، ان انت حضرتك مش هتلاقي في الاماكن الثانيه معظم المطاعم ان هم شغالين بحاجات فريش. لا، احنا الحمد لله كل يوم الاكل فريش عندنا. مفيش حاجه تقعد لتاني يوم مثلا تخش الفريزر او التلاجة، ده مش موجود عندنا خالص. طبعا دي طبعا تعليمات من الادارة نفسها، ان مفيش اي حاجة تبقى لازم تنزل للعميل فريش. اكيد طبعا. مستر احمد، حابين نقول سادة المشاهدين عن نظرتك المستقبلية. والله نظرتي المستقبلية هنا يعني ان انا يبقى في البلان بتاعتنا هنا كادارة ان احنا نفتح 5 فروع تانية من المعز، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. وفترة قريبة باذن الله هيبقى في فرع تاني في مكان تاني. احنا هنسيبها مفاجأة للسادة المشاهدين. ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله بالمستقبل. الله يخليك يا فندم. مستر احمد، زي ما انت عارف ان احنا في افضل بلد هنا بالامارات، في نعمة الامن والامان موجودة لكل الوافدين. ازاي قدر يساعد ان انت او بيساعد المستثمرين ان هم يستثمروا عامة في الامارات؟ الاستثمار في الامارات بصراحه، الامارات مشهوره ببلد الامن والامان، اهلها الطيبين الخيرين. طبعا بدايه من الشيخ محمد بن راشد،
ما فيش اي صعوبات بتواجهنا في اي حاجه، موفر لنا كل حاجه احنا عشان تنجحي وتستثمري فيها. نعم. طبعا الامارات شعب واداره وحكومه ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج زي ما بيقولوا، موفرين كل حاجه لكل الشعوب، مش لاي مستثمر بس. هم بصراحه بلد فيها اكتر من 120 جنسيه موجوده على ارض الامارات. نعم. ده يدل ان الاداره هنا الحاكمه موفره كل حاجه للمستثمرين وللشعب. اكيد مستر احمد، بنشكرك كتير لوجودك معنا بالبرنامج، نورتنا. بالاخير حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا لمطعم المعز. مطعم المعز، في لو حضراتكم عايزين تتواصلوا معنا ممكن نتواصل على الخط الارضي او على طريق اللوكيشن بتاعنا. اللوكيشن بتاعنا موجود في شارع الاتحاد النهدى 1 دبي بعد المولى بلازا. نعم. في عندنا على السوشيال ميديا، في على الفيسبوك، في على الانستجرام، في على التيك توك مصمت المعز، ده على الانستجرام موجود، على الفيسبوك موجود، على التيك توك موجود، على سناب شات، وفي من خلال طلبات، من خلال نون، من خلال جيت كاري، من خلال سمايلز لسه داخلين مشتركين معهم جديد. فاحنا عندنا كذا منصة احنا الحمد لله موجودين عليها، تقدروا تتواصلوا معنا من خلالها. ونحب ان حضراتكم تنورونا على طول في المطعم، يعني المطعم فاتح ابوابه على طول من الساعة 7 صباحا لحد الساعة 2:30 فجرا. طب حلو كتير ما شاء الله. شكرا جدا مستر احمد، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.